السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. اليوم راح أسوي معاكم خبز الياباني، عجينة جميلة هشة تنفع لأنواع كثير من المعجنات، وتنفع نحشيها بأي حشوة حابينها. طريقتها سهلة جدا ومقاديرها متوفرة بكل بيت. نبدأ بالمقادير. في البداية راح أسوي محسن العجينة، طبعا راح أستخدم الأكواب المعيارية بهالوصفة. راح أضيف ربع كوب دقيق، كوب موية، وأخلط. أحركه باستمرار على نار هادية لين يثقل قوامها وتتماسك. ولما يغلي راح أطفي النار. شايفين كيف لونها مايل للشفاف؟ في وعاء أضيف 4 أكواب دقيق، وملعقة ونص خميرة فورية، ربع كوب سكر، ملعقتين حليب بودرة، وأخلط المقادير الجافة. بعدها نزل عليها البيض وكوب حليب، وننزل عليها المحسن اللي سويناه وأعجنها. بعد ما لميت العجينة كذا، آخر شيء أضيف ربع كوب زبدة وأعجنها، أغطيها وأخليها ترتاح لمدة ساعة إلى ما يتضاعف حجمها. وهذه العجينة بعد ما تخمرت بعد مرور ساعة راح أبدأ أقسمها. راح أبدأ أقسمها وأفردها وأشكلها تشكيل على حسب رغبتكم. فردتها ولميت الطرفين على بعض، ولفيتها رول بهذه الطريقة. دهنت القالب بالزبدة بعد ما لفيت العجين رول، حطيتها بالقالب أغطيها وأخليها كمان ترتاح لمدة 20 دقيقة. والحين راح أبدأ أدهنها بشوية زبدة من فوق.
والحين راح أسوي ميكس ما بين الحليب والبيض والفانيليا، وأدهن العجينة فيها من فوق. وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 من فوق وتحت. وهذا شكلها بعد ما طلعتها من الفرن، تقريبا اخذت 20 دقيقة. المفروض اغطيها واخليها ترتاح لين تبرد، بس انا استعجلت عليها، ريحتها ما احكي لكم، تشهي مرة. بس شكلوها مثل ما تحبوا واحشوها زي ما تبوا. بالعافية عليكم حبايبي، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا تسوي لي لايك وشير وسبسكرايب. وصح سويت فيديو للسنابون بنفس هذه العجينة، راح أترك لكم الرابط أسفل الفيديو.